بس اوعى تنسى فرح الاسبوع الجاي وانتوا كلكم معزومين ولازم بقى تعمل واجب زي ما عملته معاك فاهم ولا ايه؟ شكرين يا بشير غنينا حاجة طه طه يلا في ليلتك السودة دي يا عم انت كل ليلك سودة كده ليه؟ ماشي يا عم تقف يلا انت وهو يا بنتي يا ام المريانة كحلي يا شمس طلوا هلا من الأولى لو قلت عنك في الغزل الأولى انتوا متهببوا ايه؟ حضرة الصلح خلاص يا رجالي شكلها كده العنبر كله محبوس الاجازه دي العنبر كله محبوس متشكرين حصول ربنا يخليك شفت ده حتى حضرة الصول جه وعمل الواجب بنفسه انت فعلا ليلتك سودة يلا يا عم انت هو يلا جبتولنا الاذى